كنشوف البيع والشراء من بعد تزاد المازوط وتزاد ليسانس، كنشوف البيع والشراء نقص بزاف. علاش؟ حيت الاغلبيه ديال الناس كيحطوا السيارات ديالهم ولاو كيمشوا في الطاكسيات والطوبيسات، ومن بعد زاد المازوط وليسانس مابقاوش الناس كيزعموا باش يشروا السيارات، حيت البيع والشراء ديال السيارات من البدايه ديال الزيادات ديال 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 الغازوال هو ناقص، ما كاين لا بيع لا شراء، البيع والشراء ناقص بزاف. البيع والشراء في السيارات المستعمله نقصت بزاف. الناس دابا اللي الناس اللي كيبيعوا يشروا في السيارات، بيع وشراء ديال السيارات المستعمله حيت دابا منين تزاد هذه الزيادات تزادت بزاف، الناس ما بقاش كتزعم باش تشري السيارات، الناس ما بقاش كتزعم باش تشري السيارات. والناس اللي هما المواطنين اللي هما عندهم سيارات حتى هما مضرورين بزاف، حتى هما كيوقفوا السيارات ديالهم ما كيمشوش فيهم. قبل ما كان قبل ما يتزاد المازوط كان الحمد لله الامور غاديه مزيانه، كان البيع والشراء غادي مزيان. قبل ما يتزاد المازوط وليسانس كان البيع والشراء ديال السيارات المستعمله كان غادي مزيان، ولكن دابا الاغلبيه كنعرف انا الاغلبيه ديالنا اصحاب الكراجات ديال السيارات المستعمله الاغلبيه ما كيبيعوش. بعدا كنعرف بعض الناس هذه 3 شهور ما باعوا حتى سياره كاع، هادو عندهم كراجات كاع ديال السيارات ما باعوا حتى شي سياره. هذه انا كنبيع ونشري في السيارات المستعمله من 95 وانا في هذا الميدان ديال البيع والشراء ديال السيارات المستعمله، ولكن هذا العام هذا ضرينا بزاف، هذا العام هذا ضرينا بزاف. خويا بالحكم ديالي انا ولد السيكسور كنشوف الناس زعما اللي كيبيعوا تيشريوا القضيه عندهم ميته صافي، راهم في القهوه خمسه في على كاس ديال اتاي، اربعه هنايا خمسه هنا، راه الاخرين مشتي ليه، راه الاخرين مشتي ليه. القضيه خويا نشفات نكذب عليك، والحمد لله دابا تيقولوا زعما غتكون شي طاقه متجدده وداك التخربيق، راه غادي خايفين الناس، الناس راه خايفين اللي يكون. وهاد الزياده هي ديال المازوط وليسانس راه قتلات عباد الله. لا ما بقاوش شي زعما يشريو الطوموبيلات نهائيا، تيمشيو يخرجوا جديده اخويا كيفضلوا يديروا داك التريطات ديال الكريدي. هنايا ماتت الوقت، اش غيشري اش غيبيع، ما عنده ما يشري، حتى اللي بغى يشري ما كاينش، حتى اللي بغى يبيع ما كاينش، واش فهمتيني؟ كلشي خايف. الحديد راه وما بغاوش يبيعوه الناس، وما بغاوش وخايفين، خايفين اللي فهمتي يكون شي تقلب بحال هكدا، يا اما يطيح يا اما ينزل. بنادم شاري طوموبيل ب 20 مليون تيعطيوه فيها هنايا 12 11، ما يمكنش يبيع. كاين تخوف اخويا كبير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.